قبل الحادث بكم يوم رحنا أنا وآدي على المستشفى وطلعت حامل، بس آدي وقتها ما كان بده حدا يعرف إلا لبعد 3 شهور. وهلأ أنا فتت بالرابع، لهيك صار فيني هلأ أخبر الكل، وبنفس الوقت آدي ما رح يزعل. أنتي أول حدا بيعرف هالخبر، يعني أنا لسه ما خبرتهم، بس أرجع رح خبرهم، أكيد رح ينبسطوا. شو ما بدك تباركي لي؟ مبروك، ألف مبروك نيشا. شكراً جانفي، أنا عن جد كتير مبسوطة، وأخيراً رح يجينا ولد، وأكيد هالخبر رح يفرح الكل، مو هيك؟ حتى تشيني وبني رح ينبسطوا كمان، ويمكن يحبوني وصير رفيقتهم المقربة. جانفي تعرفي شو، اسمعي، أنا برأيي إنه نحن لازم نخبر هالخبر الحلو للعيلة كلها، بس مو أنا اللي رح خبرهم، أنتي رح تخبريهم. الأحسن إنه أنتي تخبريهم، لأنه أنتي اليوم اللي أنقذتي لي حياتي. لهيك بدي إياكي تخبريهم هاد الخبر الحلو للكل، لأنه بدي إياكي تشوفي الفرحة بعيونهم بعد هاد الخبر. الشرطة، بتمنى انه ما يصير شيء لا آدي ولا جانفي، ويبعد عنهم الأذى، وبتمنى كمان انه يرجعوا بخير وسلامة، بدي قلبي يطمن عليهم اثنيناتهم، وبتمنى كمان انه ما حدا يتعرض لهم ولا حتى يأذيهم. أنا خايفة كثير على بابا. ارجعوا بالسلامة. يا ريت يرجع راجو عمو دارمش على البيت بسرعة. ما عم بقدر حاكيهم، وكمان نحن ما بنعرف إذا آدي لقاها لجانفي ولا ما لقاها لهلا. نيها، طيب اتصلي بآدي. اسألي وين صار. واسألي إذا لقاها لجانفي، واسألي عن نيشا كمان. يلا. ما عم يعلق الخط. طيب حاولي مرة ثانية. كمان ما عم يعلق. انت خليك عم تحاولي. هو هيك. يا بنات عندي فكرة حلوة كتير، شو رأيكم نروح على غرفتكم ونلعب؟ ماشي؟ انا ما بدي العب يا خالتو نيها. احنا ما رح نتحرك من هلا حتى بابا وماما يرجعوا من برا. يا بنات حبيباتي اسمعوا الكلمة، تعوا معي على الغرفة خلونا نلعب. يلا يا بنات اسمعوا الكلمة وفوتوا معها على غرفتكم. ايه حبيباتي يلا يا شاطرين فوتوا. احنا ما رح نتحرك من هون، وما رح نفوت لجوا، وما رح نلعب. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة